أقول لو خرجنا من شرنقة السعودية، يعني أن الدين فقط في السعودية والعلماء فقط في السعودية، يمكن بتكون عندنا أريحية أكثر. بمعنى الإسلام 1,500,000 شخص تقريبا، 1,000,000، يعني عندك مليار، بلاش النص الباقي، مليار هذول كلهم تريد أن تجمعهم هنا على عالمين أو ثلاثة؟ هذا من الصعوبة بمكان. المملكة هي مرجع، هي مرجع، لكن أيضا مصر مرجع، علماء الأزهر مرجع، أليس كذلك؟ علماء الزيتونة في تونس كانت مرجع، في حين ما لم تكن السعودية شيء، كانت هناك قامات علمية كبيرة. الذي علمنا التجويد من الهند، جاءونا من الهند وعلمونا، هم فتحوا التحفيظ القرآن عندنا. الذي حفظ الحديث الآن بأسانيده هم الهنود من جونا، ولا زالوا في مكة إلى الآن، نأخذ منهم الأسانيد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام.